أكثر المجالات فعلاً اللي يشهد تطورات عديدة هو المجال الطبي وخاصة التجميل وخاصة يعني التشوهات الخلقية. مشاهدينا بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ويا الدكتور فادي الإسكندراني اللي بيحدثنا عن التشوهات الخلقية عند الأطفال. صباحك ورد وسعادة يا دكتور. صباح الخير. بداية دكتور صباحك ورد. بداية دكتور فادي، حدثنا أكثر عن العوامل التي تؤدي إلى التشوهات الخلقية. أول شيء بدي حابب أعرف شو هي التشوهات الخلقية عند الأطفال. التشوهات الخلقية هي أي تشوه جسدي للطفل عند الولادة، ممكن أن يطال أي عضو من أعضاء جسمه مثل الدماغ أو القلب أو الرئة، ممكن أن يكون ظاهر خارجياً، ممكن أنه يظهر لاحقاً يعني يبين بعدين. وهالتشوهات الخلقية موجودة بتقريباً 6% من الأطفال اللي بيخلقوا، يعني على كل 100 طفل بيخلق 6 منهم عندهم تشوهات خلقية. صحيح. ولحتى أعطيك تفضلي دكتور، كمالة لهذا، في بعض يعني الأشخاص المتزوجين يعني إذا مرت عدد من سنوات معينة وما قدروا مثلا أو ما حصل الحمل يلجؤون إلى طفل الأنابيب، ودائما تحس فيه تخوف من هذا الموضوع، فهل ممكن نعتبر أطفال الأنابيب أكثر عرضة لهذه التشوهات ولماذا؟ مبدئيا الأطفال الأنابيب طريقة تكوينهم مثل طريقة تكوين الطفل العادي، وبالتالي مبدئيا طبيا بنقول انه ما في فروقات بين التشوهات الخلقية عند الاولاد اللي بيخلقوا عادي والاولاد اللي بيخلقوا من كاطفال انابيب. انما في بعض الدراسات السويدية والامريكية بتقول في فروقات بسيطة، في نسب بسيطة، لانه النساء يلي الحوامل بيكون اعمارهم اكبر شوي او بيكون عندهم اسباب بتزيد نسبة هذه التشوهات عندهم. إنما طبياً الأطفال اللي بيخلقوا بالأنابيب نسبة التشوهات الخلقية عندهم مثل الأطفال العاديين. نعم. طيب دكتور فادي، زواج الأقارب هل هو سبب أو أحد العوامل أو المسببات للتشوهات الخلقية في بعض الأحيان؟ صحيح. لكن أسباب التشوهات الخلقية عند الأطفال عديدة. بدي أقول أول شيء إنه 50% هي بدون أي سبب ظاهر، يعني الطفل بيخلق ما عندنا سبب، ما عندنا تفسير ليش هذا الطفل عنده تشوه خلقي ب50% من الحالات. وبال50% الأخرى في أسباب مثل الأسباب الجينية، أي تشوهات بالجينات أو تشوهات بالصبغيات مثل المتلازمة داون أو اللي هي المتلازمة 21 أو متلازمة 18. وفي أسباب وراثية مثل زواج القربة، ومعروف أنه زواج القربة هو زواج بيزيد نسبة تشوهات الخلقية عند الأطفال. كما أنه في عوامل أخرى مثل عمر المرأة عند الحمل، فكل ما كانت المرأة عمرها أكبر كل ما خطورة أنه الطفل عنده يكون عنده تشوهات هو أكبر. نعم. وأيضاً العوامل البيئية يلي بتكون فيها عايشة المرأة الحامل، مثل تعرضها للمبيدات أو تعرضها للتدخين أو احتساء المشروبات الروحية أو تعرضها لالتهابات مثل الزيكا فيروس أو الروبيلا، بيعرضها أكثر لأنه طفله يخلق معه تشوهات خلقية. نعم صحيح. دكتور فادي، لو نتكلم ممكن يعني كأمهات، الأم دائما تكون حريصة على أطفالها سواء كان جنين في الرحم أو ما بعد الولادة، كيف الأم ممكن تكتشف هذه التشوهات في مراحل مبكرة أو عند عمل السونار؟ ما هي الشهور أو المراحل المناسبة لاكتشاف مثل هذه التشوهات؟ اكتشاف هذه التشوهات بيصير بالحقيقة ما قبل الولادة، أكيد لازم يصير. ما بقى مقبول يخلق الطفل ونكون مش عارفين أنه عنده تشوه خلقي. أول شيء هذا بيساعدنا نحن كأطباء، وأنا تحديداً كجراح للأطفال في مستشفى الزهراء، أنه نستلم الطفل عند الولادة ونعالجه بأسرع طريقة ممكنة، بأسرع وقت ممكن بعد ولادته. مشان هيك لازم التشخيص يكون ما قبل الولادة. هالشي بيصير بكذا طريقة. أهم شيء هي الصورة الصوتية اللي بنعملها على 20 أسبوع.
يعني تقريبا على الخمسة أشهر. نعم. نعمل صورة صوتية للجنين بداخل الرحم أمه، وهذا بيرجي تقريبا 85% ل 90% من شيء بنسميه structural anomaly، يعني التشوهات الظاهرة بكل الأعضاء بجسم الطفل، لأنه بيكون تكون جسمه، وبالتالي فينا نشوف هالتشوهات هي. نعم دكتور فادي، هناك أكيد تفضل. أي عفوا فضل. في كمان فحوصات أخرى، في نعم. فحوصات دم فينا نعملها للأم، تحديدا أربع فحوصات الألفا فيتوبروتيين منشان نكشف التشوهات الجهاز العصبي عند الطفل، البيتا اش سي جي، الاستراديول والانبين اي، يلي فيهم هولي بلاد تيست، يعني فحص دم بيسمح انه نكشف التشوهات عند الاطفال. صحيح. دكتور فادي، هناك العديد من انواع التشوهات، خبرنا ما هي الانواع؟ التشوهات عند الاطفال هي كثيرة، بدي اعطيك رقم صغير بس، انه في 300,000 طفل حول العالم بيموت كل سنه قبل عمر الشهر بسبب التشوهات الخلقيه واشتراكاتها، يعني 300,000 طفل بالعالم بيموتوا سنويا نتيجه هالتشوهات الخلقيه قبل ما يبلغوا عمر الشهر. فالعدد الرقم هو شوي كبير وانواعها كثيره، بس الاكثر شيوعا اللي اكثر شيء بنشوفه هو تشوهات القلبيه عند الطفل، تشوهات الجهاز العصبي عند والدماغي عند الأطفال، والثالث هي متلازمة الدم. هول التشوهات الثلاثة هني الأكثر شيوعاً. نعم. عند الأطفال. صحيح. دكتور لو نتكلم أكثر، يمكن في بعض هذه التشوهات لا يتم اكتشافها يعني مبكراً أو بعد ولادة الطفل، ما هو العمر يعني المناسب لفحص الطفل وأيضاً اكتشاف مثل هذه التشوهات فيما بعد؟ أول شيء بدي أقول لك أهم شيء للوقاية، الوقاية من هالتشوهات، ال WHO منظمة الصحة العالمية يعني في بروتوكول بنعمله من الزيارات الدورية للأم الحامل، لازم على الأقل تعمل 8 زيارات عند طبيب التوليد منشان نكشف هالتشوهات ما قبل الولادة. 2، أهم شيء هو تطعيم الأمهات، تحديدا الروبيلا توكسوبلازما، ينعمل الفحوصات خلال الحمل. 3، الغذاء المتكامل وتحديدا الفوليك أسيد والأيودين عند المرأة الحامل لمنع هذه التشوهات أنه تصير. 4، الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية عند الحمل. صحيح. طيب هؤلاء الأربع سبل. نعم. الأساسية للوقاية عند الأم. صحيح. دكتور فادي، أكيد في العديد من التشوهات الغير قابلة للعلاج، صحيح؟ ياليت لو تعرفنا عنها. صحيح. التشوهات يلي بتضرر الصبغيات عند الطفل هي غير قابلة للعلاج، مثلاً ترايزومي 21 يعني متلازمة داون، أو في كمان متلازمة 18، هولي الصبغيات بحد ذاتهم هني فيهم ضرر تكويني، وبالتالي ما فينا نحن نصلح بداخل الصبغيات، هولي ما لهم علاج، بدنا نتعايش إذا بدك مع الطفل ونعطيه أفضل سبل الرعاية، بس ما فينا نعالجهم بشكل جذري. اللي فينا نعالجه بشكل جذري هو التشوهات structural، يعني التشوهات اللي بتصير بالأعضاء، مثلا بالجهاز الهضمي. نعم. بالجهاز التناسلي او بالجهاز المسالك البوليه او العضو. صحيح. دكتور ذكرنا هناك العديد من العوامل والاسباب اللي تؤدي لهذه التشوهات، منها الجينيتكس او الوراثيه، وايضا بعض العوامل مثل ما ذكرت التدخين والعوامل الاخرى، وايضا التغذيه اللي تعتمدها المراه الحامل. فهل تختلف يعني هذه الانواع او انواع التشوهات الخلقيه حسب اختلاف العوامل، ام هي واحده ومتشابهه؟ لا طبعا تختلف بحسب تعرضها. فنحن بنعرف مثلا انه اذا المراه عندها بتلقط جرثومة الروبيلا، بنعرف انه في تشوهات خاصه بتصير بالروبيلا، مثلا بنعرف انه او التدخين او المشروبات الروحيه بيعطوا شيء اسمه مايكروسيفالس، يعني
حجم الرأس بيكون صغير، فكل كل مسبب بيعطي نوع من التشوه مختلف عن الآخر. نعم. ومشان هيك الرعاية هي رعاية عامة للمرأة الحامل، لازم تحيط حالها بظروف استثنائية، ما تعامل حالها مثل كأنها ما تعرض حالها لعوامل خارجية ممكن تأثر عليها. نعم. دكتور فادي، هل اللي مثلا مشروبات الطاقة في بعض الأحيان إذا الأم الحامل شربت بعضها ممكن أن يسبب أيضا تشوهات خلقية؟ مبدئيا مشروبات الطاقة ما نحكى عنهم، يعني من دراسات ما أرجت أنه بيعملوا مشاكل بالتشوهات خلقية عند الأطفال، إنما أي تعرض لشيء بشكل مفرط هو خاطئ. نفترض أنه يكون أكله وشربه هو أكل متوازن، ما تتكل على، وبدون شك أنه الغذاء الطبيعي، المكونات الطبيعية بالغذاء هي الأهم من مشروبات الطاقة. صحيح. دكتور، لو نتكلم عن الإعاقات العقلية أو بما يعرف بالتخلف العقلي، هاي فقط هي متعلقة بمتلازمة داون ولا هناك أنواع أخرى أيضا ممكن أن يصاب فيها الجنين أو الطفل؟ لا أكيد، المتلازمة داون هي يعني يتلازم معها شوية تخلف عقلي، إنما التخلف العقلي فيكون أسبابه عديدة نتيجة تعرض الطفل لأسباب تشويهية مختلفة، مش بالضرورة فقط في متلازمة داون. دكتور فادي، هل من الممكن أن طفل يصاب بالتشوهات الخلقية بعد 3 سنوات؟ مبدئياً تعريف التشوهات الخلقية أنه تشوه موجود من الولادة. نعم. إنما ظهوره ولكن يظهر يعني بعد 3 سنوات. الفتاق القربي، الفتاء عند الطفل هو خلق خلقي، يعني موجود معه من أول ما يخلق، إنما لا يظهر أيام غير لبعد عمر السنة أو سنتين أو ثلاثة، بيظهر الفتاء، وهيك فينا نعم. نعالجه نحن جراحيا. فممكن انه التشوه يكون موجود عند الولادة وما يظهر الا بعد عمر سنتين او 3 سنوات. صحيح. يعطيك الف عافية دكتور فادي الاسكندراني، استشاري جراحة اطفال، كنت ويانا عبر تطبيق زوم. يعطيك الف عافية على المعلومات اللي زودتنا فيها، والله يحمي جميع الامهات والحوامل ويحمي أطفالهم. أهلاً فيك، شكراً لك وشكراً للصدق.